والأندية في القصة دي مع الرابطة ولصناعة كرة القدم. ممكن خلال الفترة اللي جاية نشوف مباريات بتحكيم أوروبي في الدوري المصري؟ الحقيقة هي في لائحة المسابقة مفتوحة، يعني لو الأندية بيقدم الطلب قبلها بعدد أيام معينة ونشوف، مفيهاش مشكلة يعني بالنسبة لنا، احنا حطينا في لائحة المسابقة. طب لو الأندية طلبت من حضرتك إن أنت تخاطب الاتحاد المصري في هذا الاتحاد المحلي المصري يعني، هتطالب ولا؟ طالب. مفيش دي رغم مشكلة؟ لا مفيش مشكلة طبقا للائحة المسابقة خالص، ما عندناش مشكلة. يعني هو النادي هيطلب الحكام الأجانب وهيدفع قيمة الحكام، ما عنديش مشكلة، من حقه. هل ده ممكن يحصل في كل المباريات؟ ما احنا ما عندناش حد أقصى في اللائحة على فكرة، فتقدر يعني وفقا للائحة لرغبة الأندية، يعني النادي اللي عاوز يجيب حكام لو عايز أجانب يجيب حكم أجنبي كل مباراة. هيطبق اللائحة، هيختر قبلها بعدد أيام معين وهيدفع الرسوم بتاعتها، هيجيله حكام. وخلاص هيجي لك الحكام. هل يملك الاتحاد ان هو يعترض على هذا الامر؟ لا، لأن دي لائحة المسابقة اللي أقرتها الأندية قبل ما الدوري يبدأ. معرفش اللجنه الثلاثيه كانت اللي انا مش كنت بشوفه دايما كانت بتعترض على ده في المواسم السابقة السنه دي الامر لائحة المسابقة واحنا بنوضحها احنا تتيح. السيد. طب طيب اخيرا تصريحات كارلوس كيروش شفتها ازاي الاخيره مؤخرا؟ الحقيقة هقول لحضرتك حاجة، عندي فيها بس حاجتين اتفضل. أساسيتين، حتة كده مستغرب التوقيت جدا، لأن احنا قبل بطولة كبيرة، بطولة أفريقيا، وحضرتك المدير الفني لمنتخب مصر، والبطولة دي بالنسبة للمصريين احنا أسياد أفريقيا، فالتوقيت بتاع ان انا اركز في بطولتي وانا رايح مش بتاع اي كلام. كلام، وبالنسبه لنا احنا كمصريين بطوله افريقيا دي الاساس بالنسبه لنا، يعني احنا اكتر بلد واخده بطوله افريقيا، مظبوط. فده كان استغرابي الحقيقه شويه. وفي الاول وفي الاخر التوقيت ده احنا بنقول احنا في ظهر الجهاز الفني لمنتخب مصر، طبعا في ظهر المنتخب ان شاء الله يروحوا يعملوا حاجه تليق بينا وتشرفنا واحنا في ظهره. النقطة الثانية بقى ان اللي هو قاله هو ما حصلش، ما استلمناهوش كربط، يمكن يكون هو بمعنى الراجل معلش ما استلمتوش كربط. يعني هو النهارده كمدير فني بيقول انا قلت عاوز الجولة الثانية تتلعب والماتش بتاع يوم 30 الاهلي وبيراميدز يتلعب. يتلعب مظبوط. طب هو قال لمين؟ المفروض قال للاتحاد اكيد او لمسؤولي الاتحاد. تمام، احنا كربطة واحنا بعد قرعة الدوري قعدنا مع اللجنه اللي بتدير الاتحاد عشان ايه هي الارتباطات للمنتخب الوطني، لان احنا في الاول وفي الاخر لازم نلبي كل طلبات طبعا المنتخب الوطني. طبعا. فكان الطلب الواضح والرسمي منهم لينا قبل التوقف بيومين، قبل الاجنده الدوليه دون يومين، لان الراجل وجهه نظر عاوز يعمل مباريات وديه لمنتخب مصر. تمام. عملنا كده ونزلنا الجدول، قلنا هننزل 8 جولات لحد بطولة الأمم، لغاية 30. وكتبنا في آخر الجدول إن في حالة إن بطولة الأمم هتتلعب في ميعادها فهنلتزم من يوم 27 ومش هتتلعب المباريات اللي بعد 27 في الجولة، ده اللي من هي كانت الأول. 28 29 30. يعني لم يكن فيها أي شبهة في خالص. مجاملة ولا دايما يعني ده مكتوب يا فندم من الأول في الجدول. في الجدول. أما الناس الحقيقة بتطلع تقول يعني. ما هو ده اللي بنحب نوضحه. طيب النزاع الأزلي ما بين جهاز فني أي منتخب ورابطة بتدير مسابقة إن الرابطة هتبقى عاوزة تجيب أكتر عدد جولات وتلعب الدوري، بالظبط. وإن الجهاز الفني عايز ياخد أكتر عدد أيام في الأجندة الدولية. مظبوط. طب إحنا كرابطة عملنا الأصعب لصالح المنتخب، وإن أنا أوقف يوم 27 وما أخدش جولة تامة في موسم صعب زي ده، بس صح. ده للمنتخب. طب لو المنتخب كان طلب مني إن أعمل الأسهل ليا هبقى أسعد واحد في الدنيا، هلعب الجولة العب يا التامنة عم الجولة الدولة لو واخلص. عاوز التاسعة كمان لو ده في صالح المنتخب، ولكن ده ما جالناش. وعشان أقدر كنت ألعب الجولة في بروتوكول، يعني تعالى ناخد مثلا الدوري الإنجليزي، حصل إيه ما بين الاتحاد الإنجليزي والرابطة؟ كانوا عاوزين يلعبوا لحد يوم 3 يناير، حضرتك عندك لعيبة أجانب ولعيبة مصريين، فبالتالي لازم تاخد استثناء وتخطر الاتحادات التانية الحالات الأخرى إن حضرتك مش هتطلع لعيبة من الدوري بتاعك غير يوم كذا. فلو كان الراجل الاتحاد او اللجنه اللي بتدير الاتحاد جت قالت لنا والله لا غير البلان، طيب لا كنا هنبعت لهم لو سمحتوا هاتوا لنا من الاتحادات 1 2 3 اللي ليها لعيبه داخل واللي هيوافق الدوري هيوافق واللي مش هيوافق مش هينفع. بس، فبالتالي لو وافقوا هقول خلاص يبقى انا مش هطلع ولا لعيب من الدوري المصري غير يوم 1 او 2،
وكنت لعبت الجوله الثامنه، وكنت هبقى اسعد واحد على فكره انا والانديه. خلصت من جوله. بس ده اللي حصل. فده الموضوع. فبالنسبه لي بالعكس، ده انا عملت الاصعب لصالح منتخب مصر، وهنفضل دايما في ظهر الجهاز الفني منتخب مصر. ده بس كان استغرابي يعني الحقيقه. مش طيب اخيرا، توقعاتك ايه بقى لمنتخب مصر خلال الفتره القادمه او خلال البطوله يعني كاس الامم الافريقيه؟ يعني ان شاء الله تمنياتي بان احنا ننافس على البطوله ونوصل، وان احنا نقدر ننافس على البطوله ويا رب يقدر لينا ان احنا نكسبها. بس الكره فيها كل حاجه بقى، الكره فيها كل حاجه. لكن انا بتمنى من جوايا طبعا ان احنا نرجع بالكاس يعني. يا رب ان شاء الله نرجع بالكاس، واتمنى ان يتم تحقيق حلم المهندس احمد مجاهد الحقيقه اللي هو قال على الهواء. هو مش حلم، هو بالنسبه لنا احنا كاهلاويه نفسنا المنتخب يصل مباراه النهائيه ويلعب بكامل نجومه، والاهلي يلعب بكامل نجومه في كاس العالم للانديه. الحقيقه ده اللي نفسنا يحصل يا رب. هو بس الحقيقه يعني في تخوف كده، مش عارف ليه، في قلق يعني من داخلنا. لكن نستبشر خير ان شاء الله. كاس الرابطه تكون بشرة خير لبعض اللاعبين اللي يكونوا موجودين ان شاء الله، لو الدنيا قفلت يعني في نهائي كاس الـ انا يعني توقعي بقى لكاس الرابطه فعلا هيكون كاس فنيا عالي، هيفيد الانديه، هيفيد لعيبه، هيظهر لعيبه، هيفرض لعيبه في الدوري هنشوفها مع استكمال الدوري. لان اكيد الماتشات هتكون قويه، وزي ما بقول لحضرتك فورمه الانديه في السبع جولات كانت عاليه فنيا عاليه. مظبوط. فده هي يعني التوقف كان هياثر علينا سلبي جدا كده، يبقى الامور افضل كتير. افضل بكتير، لان حضرتك خلاص اللعيبه بتلعب، تاخد نفس الحمل التدريبي، عندها نفس المباريات، فهنرجع نكمل جولات الدوري بشكل ان شاء الله يكون فنيا قوي. اخيرا سياده النائب، لو حضرتك حابب توجه اي كلمه للجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي من خلال قناه الاهلي اتفضل. الحقيقه انا اتشرفت ان اكون النهارده موجود على قناه النادي الاهلي. هوجه كلمه لجمهور الكره المصريه. احنا شغالين ما عندناش غير هدف واحد، الهدف هو صالح ال 18 نادي، صالح الكره المصريه، ان احنا نتحط في المكانه اللي تليق باسم مصر، ان احنا نبقى الاول عربيا وافريقيا. ده قدر مصر في كل حاجه. احنا ما بنعيدش اختراع العجله. احنا كل لو كان بنعمل مجهود كرابطه بنعمله عشان نرجع الامور لشكلها الطبيعي اللي تستحقه الكره المصريه. بشكرك جدا يا فندم على وجودك معانا، وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، واتمنى للرابطه ان تكون مثال قوي جدا لحمايه الانديه المصريه، وان تكون في ظهر الانديه المصريه خلال الفتره القادمه، وان تكون صوت الانديه المصريه 18 نادي خلال الفتره القادمه. باذن الله. وبشكرك جدا على تواجدك معانا، واشكرك جدا على ساعة صدرك الحقيقة في الرد على كل شيء. اتشرفت يا كابتن اسلام، بشكر حضرتك على الاستضافة. شكرا جزيلا للنائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية.